بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في أول حلقات منهج العلوم لسنة سنة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الوحدة الأولى، والوحدة الأولى بتتكلم عندي عن مصطلحين اتنين دايما بيحصل فيهم لخبطة، مصطلح اسمه الكتلة ومصطلح تاني اسمه الوزن. طب وإيه الفرق بين الكتلة والوزن؟ إحنا تقريبا فاكرين الاتنين واحد، بس الحقيقة إن في فرق كبير جدا ما بين الكتلة وما بين الوزن. تعال نشوف، هنتكلم أول حاجة عن حاجة اسمها الكتلة. وانت دلوقتي لما بتروح تجيب خضروات او بتروح تجيب فاكهه عند بتاع الفاكهه بيعمل ايه؟ الراجل بيشيل حبه فاكهه بيحطهم على كفه الميزان، والناحيه الثانيه بيحط كتله معلومه. طيب انا دلوقتي مثلا لو كنت حاطط 3 حبيات موز، ابص على الكتله بتاعتهم لقيتهم نص كيلو جرام. طب لو حطيت حبايه ثانيه هل الكتله بتاعتهم هتفضل نص كيلو جرام؟ لا طبعا يا مستر، لازم الكتله هتزيد. طيب لو خليتهم 6 حبايات هل هم بقى كيلو جرام؟ ايه اللي بيحصل؟ انا كل ما بزود عدد الموز او كميه الموز الاقي الكتله بتاعته بتزيد معايا. يبقى انا كده الكتله ليها علاقه بكميه الماده؟ اه طبعا. يبقى انا كده دلوقتي كتله الموز هتتوقف على كميه الموز اللي عندي في الميزان، كل ما كميه الموز بتزيد كتله الموز معايا هتزيد. طب كل ما كميه الموز تقل هلاقي ان كتله الموز برضه معايا بتقل. يبقى انا كده كتله الموز بتتوقف على كميته، كميته اللي انا عامله مثلا. طيب يبقى كميه الموز كل ما هتزيد او كميه الماده كل ما هتزيد هلاقي الكتله معايا عندي زائد. طب انا عندي كميه بتزيد وكتله بتزيد، يبقى كده في علاقه بينهم اسمها علاقه طرديه. يبقى انا كده كل ما كميه الموز بتزيد كتله الموز هتزيد، يبقى العلاقه طرديه. طب لو كميه الموز قلت كتلة الموز برضه هتقل، يبقى العلاقة برضه هي طردية. يبقى الكتلة تتوقف على كمية المادة اللي عندي. طيب تعالى بقى نشوف حاجة تانية. لما أقول لك كيس المكرونة دوت كتلته نص كيلو جرام، طب يعني إيه كيس المكرونة كتلته نص كيلو جرام؟ يبقى الكيس دوت المادة اللي جواه قد إيه؟ نص كيلو جرام، أو الكيس ده بيحتوي على مادة كتلتها نص كيلو جرام. يبقى ما اقول لك ان الكتله يبقى هي كميه الماده اللي موجوده عندي في الحاجه دي. يبقى انا كده لما اجي اعرف الكتله، يعني ايه كتله؟ مقدار ما بيحتويه الجسم من ماده، ايا كان بقى الجسم ده ايه والماده دي كانت ايه. كلمه كتله اشوف الجسم ده بيحتوي على قد ايه من الماده. المكرونه بتحتوي على، او كيس المكرونه بيحتوي على ماده اسمها المكرونه كتلتها نص كيلو جرام. انا دلوقتي وزني مثلا 65 كيلو جرام، يبقى انا جسمي بيحتوي على ماده كتلتها 65 كيلو جرام، اللي هي ايه بقى الماده اللي جوايا؟ اللحم، الدم، العظم، الشعر، الجلد، كل دول يخشوا عندي في الكتله بتاعتي. يبقى انا بقول كتلتي 65 كيلو جرام، يبقى جسمي بيحتوي على ماده مقدارها 65 كيلو جرام. طيب تعال نشوف السؤال دوت. ماذا نعني بقولنا ان كتلة اسودة من الذهب 7 جرام؟ يعني ايه ما اقول لك كتلة الاسودة دي 7 جرام؟ يبقى مقدار ما بيحتويه الاسودة او ما بتحتويه الاسودة من المادة قد ايه؟ برافو عليك، 7 جرام. طب الاسودة بتحتوي على ايه؟ المادة بتاعتها نوعها ايه؟ ذهب. يبقى مقدار ما بتحتويه الاسودة من الذهب 7 جرام. يبقى انا كده عرفت ان كلمة الكتلة معناها مقدار ما بيحتويه الجسم من المادة، ايا كان بقى المادة دي نوعها ايه مش هتفرق عندي. طيب ازاي بقيس الكتلة؟ انا بعرف الكتلة عندي ازاي؟ قال انا عندي حاجتين اساسيتين بستخدمها في الكتلة، في قياس الكتلة، حاجة اسمها ميزان ذو كفتين وحاجة تانية اسمها ميزان ذو كفة واحدة. يبقى أدوات قياس الكتلة حاجتين أساسيتين، ميزان ذو كفتين، والنوع التاني اسمه ميزان ذو كفة واحدة. طب الميزان ذو كفتين دوت هتلاقي عندك منه نوعين، واحد اسمه ميزان ذو كفتين معتاد، وده دايما بتشوفه كتير، هتشوفه عند بتاع الخضروات، عند بتاع الفاكهة. أما النوع التاني اسمه ميزان ذو كفتين وبيكون حساس، من اسمه كده حساس، يعني هيقيس كتل حاجات صغيرة زي الذهب مثلا. يبقى انا كده ادي شكل الميزان الحساس. يبقى انا كده في الميزان ذو كفتين عندي منه كام نوع؟ 2. برافو عليك. اول حاجه ميزان ذو كفتين بقول عليه معتاد، وده بيقيس الكتل الكبيره او كتل الخضروات واللحوم. اما النوع الثاني اسمه ميزان ذو كفتين وبيكون
حساس، برافو عليك. وده هستخدمه في قياس الكتل، برافو عليك، الصغيرة عشان هو حساس. طيب حاجة تانية، ميزان ذو كفة واحدة، عندي منه ذو كفة واحدة بمؤشر زي ده، وده هتلاقيه في الغالب عند بتاع الفراخ دايما، انا دايما كنت بشوفه عند بتاع الفراخ. هنا بيحط الحاجة بتاعتي فبيطلع لي المؤشر بيتحرك فبين لي الكتلة بتاعتي قد ايه. طيب النوع التاني، ميزان ذو كفة واحدة بس رقمي، وده اللي نشوفه في الهايبر ماركت دلوقتي. لو نزلت كارفور او نزلت اي سوبر ماركت قلت له عايز اجيب جبنه نص كيلو جبنه، هيوزن لك نص كيلو جبنه على الميزان ذو كفه واحده بس بيكون رقم. يبقى انا كده عندي نوعين اساسيين من الميزان، ميزان ذو كفه واحده وميزان تاني ذو كفتين. طب الميزان ذو كفتين عندي منه كام نوع؟ عندي نوعين يا مستر. ايه هما؟ ميزان ذو كفتين بس بقول عليه معتاد عشان ده الاكثر استخداما او الاكثر شيوعا. طيب الراجل ده هستخدمه في ايه؟ برافو عليك، في قياس الكتل الكبيرة زي خضروات، لحوم، فاكهة. طب النوع التاني، ميزان ذو كفتين بس بقول عليه حساس. ليه قلت عليه حساس؟ عشان بيقيس كتل المواد الصغيرة جدا زي الذهب والفضة. أنا استحالة أروح ألبس إيد في إيدي خاتم كتلته مثلا كيلو جرام، ليه؟ إن شاء الله إيدي كده هتقع مني أصلا، مش عارف أرفع إيدي كل شوية. انا مثلا بروح اشتري ذهب او فضه اكيد مش هشتري خاتم كتلته كيلو جرام، تكبيره جدا وتبقى تقيله عليا وانا ماسكه. يبقى هشتري حاجه خفيفه جدا، حاجه اسمها بالجرامات مثلا، او اشتري خاتم صغير جدا وزنه يكون خفيف. هروح اشتري خاتم كتلته تكون صغيره جدا عشان اقدر امسكه في ايدي او اشيله في صبعي. طب الراجل بتاع الذهب او بتاع الفضه هيوزن لي، طب الراجل بتاع الذهب او بتاع الفضه هيوزن لي الخاتم ده ازاي؟ قال لي بالميزان الحساس. يبقى الميزان الحساس بيقيس الكتل الصغيره. اما الميزان التاني ذو كفه واحده وعندي منه نوعين، يا اما ميزان ذو كفه واحده وبمؤشر، اما الناحيه التانيه ميزان ذو كفه واحده وبيكون رقمي. نيجي لثاني حاجه، بعد ما بقيس الكتله ايه الوحده اللي انا بستخدمها؟ عايزين نعرف وحدات القياس بتاعت الكتله. قال لك انت عندك ثلاث وحدات قياس بيستخدمهم في الكتله دايما. ايه هم يا باشا؟ اول حاجه يا باشا الجرام، اللي انا بختصرها في جيم ميم. طب الجرام دي وحده قياس الكتله، اني كتل كبيره ولا صغيره؟ قال لي لا، الجرام دي اصغر وحده للكتله تبقى تستخدمها مع الادوات او المواد اللي كتلتها صغيره جدا زي مشبك الورقي، ده كتلته صغيره جدا والواحد جرام بيكافئ مشبك واحد. يبقى انا كده بقول لك ان المشبك الورقي دوت كتلته 1 جرام، يبقى ما هاتش حاجه من الطبيعه كتلتها بتكافئ الجرام هو المشبك الورقي. طيب قلنا الجرام هنستخدمها في الكتل الصغيره زي ايه؟ كتله الذهب او كتله الفضه. وخد عندك بقى كتل المواد الكيميائيه، انا لما باجي اعمل تفاعل كيميائي ما بجيبش كتل كبيره، بجيب كتل صغيره جدا بالجرامات. يبقى انا الجرام دي وحده قياس الكتل الصغيره جدا زي ذهب او فضه او مواد كيميائيه. طب بيكافئ ايه او بيمثل ايه في الحياه العمليه؟ كتله مشبك من الورق. طيب النوع الثاني او الوحده الثانيه الكيلو جرام، اللي بختصرها في كاف جيم ميم. الكيلو جرام دوت انا بستخدمه برضو كوحده قياس للكتل بس الكتل الكبيره شويه زي ايه؟ برافو عليك، زي خضروات، زي الفاكهه. انت ما تروح تقول للراجل انا عايز 2 كيلو جرام طماطم، ولا تروح تقول له انا عايز 2 جرام طماطم، الراجل هيضحك عليك لو عايز 2 جرام عشان مفيش طماطم بالجرامات. انا بقيس الخضروات او اللحوم او الفواكه او الفراخ بالكيلو جرام. يبقى الكيلو جرام بيستخدم في الكتل الكبيره نسبيا زي الخضروات او الفاكهه. طب بيكافئ ايه من الحياه العمليه؟ قال لي بيكافئ كتلة 1 لتر من المياه النقية. الماء المقطر أو المياه النقية لو جبت منها 1 لتر وقست كتلته هيطلع كتلته 1 كيلو جرام. يبقى أنا كده الجرام بيكافئ مشبك الورق، أما الكيلو جرام بيكافئ لتر من المياه النقية. طيب إيه الوحدة الثالثة؟ عندي حاجة اسمها الطن. إيه الطن دوت؟ أنا دايماً بسمع الاسم دوت لما كنت بجيب حاجات كبيره جدا زي الناس اللي بتبني مثلا عماير، بتروح تشتري اسمنت بالطن عشان عايز كتله كبيره جدا وعايز كميه كبيره جدا من الماده، او بيروح تشتري حديد
برضو بتقيس كتلة الحديد بوحدة التن عشان بتكون كبيرة جدا. يبقى انا كده استنتج ان التن دي وحدة قياس الكتل، بس اني كتل الكبيرة جدا. برافو عليك، يبقى هي الوحدة المناسبة لقياس الكتل الكبيرة جدا زي الاسمنت او الحديد. يبقى تاني انا عندي كام وحدة عندي للكتلة؟ 3 وحدات، الجرام وده بستخدمه للكتل الصغير، الكيلو جرام بستخدمه للكتل الكبيرة، والطن بستخدمه للكتل الكبيرة جدا. هنا بيكافي مشبك الورق، هنا الكيلو جرام بيكافي 1 لتر من المياه النقية. طيب عايز اتعلم ازاي احول من الكيلو جرام للجرام ومن الطن للجرام، تعالى معايا نبص على المخطط ده. اصغر كتله عندي كانت الجرام، الكتله الكبيره شويه الكيلو جرام، الكتله الكبيره جدا الطن. عشان احول من الكبير للصغير هقوم ضارب في 1000، يعني كده لو عندي 1 طن هيساوي كام كيلو جرام؟ يلا معايا كده، احنا قلنا عشان احول من الكبير للصغير هضرب في 1000. انا عندي كام طن؟ 1 طن، يبقى 1 في 1000 ب 1000 كيلو جرام. يبقى انا كده عرفت ان ال 1 طن بيساوي 1000 كيلو جرام. طب لو عندي 3 طن هيساوي كام؟ برافو عليك، 3 في 1000 يبقى بيساوي 3000 كيلو جرام. طيب لو نص طن، لو نص طن هيساوي ايه؟ يبقى نص في 1000 بيساوي 500 كيلو جرام. طيب عشان احول من الكيلو جرام للجرام كده بحول من الكبير للصغير برضه هضرب في 1000، يبقى مثلا لو عندي 2 كيلو جرام عايز احولهم لجرام هضرب في كام؟ طالما بحول من الكبير للصغير هضرب في 1000، يبقى 2 في 1000 بيساوي 2000 جرام. طيب لو عندي مثلا 3.5 كيلو جرام عايز احولهم لجرام هعمل ايه؟ عشان احول من الكبير للصغير بضرب، بضرب في كام؟ بضرب في 1000، يبقى 3.5 في 1000 يطلع 3500 جرام. طيب عايز احول من الصغير للكبير نفس الرقم اللي احنا كنا بنضرب فيه، بس هنعكس عمليه، بدل ما بضرب في 1000 لا ما احول من الصغير للكبير هقسم على 1000، لما احول من الصغير للكبير هقسم على 1000. يبقى انا كده هي دي وحدات القياس بتاعت الكتله اللي عندي. عايز تحول من وحده كبيره لوحده صغيره بضرب في 1000، عايز تحول من وحده صغيره لوحده كبيره هتقسم على 1000. زي ما بيجيب لك الحاجه هيقول لك حولها لي ايه بالظبط، هيقول لك مثلا حول لي من جرام لكيلو جرام يبقى هقسم على 1000. انا عندي مثلا 500 جرام عايز احولها لكيلو جرام، يبقى اقسم ال 500 على 1000 يطلع نص كيلو جرام. طب يا مستر انا عايز ازاي اعرف اقيس كتله الحاجات؟ تعال بينا نتفرج على الفيديو ده هوريك ازاي تقيس كتل المواد اللي انت عايز تقيسها. زي ما احنا قلنا عندنا في شرح الحصه ان الادوات المستخدمه في قياس الكتله هو الميزان الحساس، الميزان المعتاد او ميزان ذو كفتين حساس، ميزان ذو كفتين معتاد، وميزان ذو كفه واحده رقمي. هي دي الادوات اللي انا كنت بستخدمها او هي دي الاجهزه اللي انا بستخدمها عشان اقيس كتله الاجسام. طيب دلوقتي عايزين نعين كتله كيس السكر، هعين كتله ازاي؟ قال لي بنحط كيس السكر على احد كفتي الميزان، وفي الكفه الاخرى هنحط سكل معلوم كتلته. قال لي السكل ده معلوم اهو كتلته 1 كيلو جرام، يبقى احط الناحيه الثانيه هنا السكل المعلوم الكتله. اول ما الاقي كفتين الميزان اتزنوا كده كده يبقى مجموع الكتل اللي هنا بتساوي كتله الجسم اللي كنت عايز اقيس كتلته، يبقى كده كتله كيس السكر
هي 1 كيلو جرام او هيساوي مجموع الكتل او الاسكار معلومة الكتلة اللي موجودة في الكفة الاخرى. طيب انا كده عين دي كتلة جسم صلب، عايز عين كتلة السائل، عين كتلة السائل ازاي؟ قال لي هجيب ميزان رقمي وهحط عليه الاناء اللي هحط فيه السائل وعين كتلته الاول، الاقي ان كتلة الاناء دوت مثلا 100 جرام، ثم اجيب السائل بتاعي وهحطه جوه الكتلة، جوه هجيب السائل بتاعي واحطه جوه الاناء، الاقي كتلة المية والاناء بقت 600 جرام. طب انا قلت كتلة الاناء لوحده كان كام؟ 100 جرام، يبقى كتلة المية لوحدها هطرح 600 ناقص 100 جرام بتوع الاناء يطلع لي كتلة المية بس وهي 500 جرام. يبقى انا عشان اقيس كتلة السوائل لازم استخدم اناء احط جوه السائل واستخدم ميزان رقمي، احط الاناء لوحده الاول واقيس كتلته، ثم احط المية جوه الاناء واقيس كتلة الاناء والمية. طب بعد كده هطرح كتلة الاناء والمية ناقص كتلة المية فقط يطلع لي كتلة الاناء. زي ما احنا شفنا قلنا الاناء لوحده كان 100 جرام، الاناء والمية 600 جرام، يبقى كتلة المية بتساوي كتلة الاناء والمية اللي هي 600 ناقص كتلة الاناء فقط اللي هي 100 يبقى يطلع لي 500 جرام. كده احنا شفنا الادوات المستخدمة في قياس الكتلة وعرفنا ازاي بنعين كتلة جسم صلب باستخدام الميزان المعتاد او ميزان ذو كفتين معتاد، وعرفنا ازاي اعين كتلة جسم سائل او اعين كتلة السائل باستخدام الميزان الرقمي واناء الحاوي له. طيب بعد ما اتفرجنا على الفيديو انا كده عرفت ان عشان اقيس كتلة الجسم لازم تكون كفتين الميزان تكون مالهم، برافو عليك، متزنين. يبقى كتلة الجسم عند اتزان الكفتين قلنا بتساوي ايه؟ مجموع كتل الاثقال اللي موجوده في الكفة التانية. طيب لو عايز اقيس كتلة سائل كنا بعمل ايه؟ اول حاجه ما ينفعش احط السائل على الميزان هيقع. طيب فبجيب اناء واقيس كتلته الاول، ثم احط جواه الميه واقيس كتلته، ورايح قايل ان كتله السائل هتساوي الفرق ما بين الكتلتين، كتله الكاس والميه ناقص كتله الكاس فقط. كده انا طلعت كتله الميه، برافو عليك. تاني حاجه علاقه الكتله بالمكان، انا دلوقتي واقف في الدور الاول وكتلتي 65 كيلو، لو طلعت الدور الخامس هل كتلتي هتتغير؟ طب انا اصلا غيرت مكاني، بس الحاجه اللي جوايا في حاجه نقصت او حاجه زادت، ما نفس الكتله بتاعتي هي ما اتغيرتش، يبقى انا مكاني في الاول زي مكاني في الخامس، الكتله بتاعتي ما بتتغيرش. طب انا سبت كوكب الارض خالص ورحت اعيش على القمر، هل الكتله بتاعتي اتغير؟ برضه لا، وانا ما طلعتش سافرت القمر سبت حاجه من جسمي في الارض، ما انا طالع زي ما انا، يبقى كده جسمي الكتله اللي جواه ما اتغيرتش، او مقدار الماده اللي جوايا ما حصلهاش تغيير. يبقى انا كده بالتالي اتحركت من هنا رحت القمر طلعت الخامس عشت في قاعد في طياره رحت اي حته الكتله بتاعتي هتفضل زي ما هي. يبقى انا كده علاقه الكتله بالمكان، المكان اتغير ما اتغيرش، انا كتلتي تفضل ثابته عشان كميه الماده اللي جوايا ما اتغيرتش. يبقى انا كده كتله الجسم دايما بيكون مقدار ثابت وما تتاثرش ابدا باي مكان او بالمكان اللي انت موجود فيه دلوقتي. طيب يبقى إيه بعد اللي احنا قلناه ده كده عرفت يعني ايه كتله وازاي انا كنت بقيس الكتله وايه الادوات اللي بستخدمها في قياس الكتله وايه هي الوحدات اللي بستخدمها في قياس الكتله. كده خلصنا الدرس الاول يا شباب، واراكم ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات منهج العلوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.